الرسائل عدة بعث بها مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذي نظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبحضور ممثلي أكثر من 30 دولة، وفي مقدمتها أن القضاء على التطرف والدعوات الإرهابية لا يتم إلا بنشر الأفكار الوسطية واحترام الخصوصيات الدينية والانتماءات العرقية. أؤكد وفي كل مؤتمر أؤكد أن جميع الجماعات الدينية المؤدلجة التنظيمية التي تتخذ من الدين سيطان وشعان لتحقيق أهدافها هي خطأ على بناء الدين وبناء الدولة معا. ومن أكبر الفتن أن صانع القلاقل استغلوا ضعف الفهم لدى البعض، فراحوا يبثون في نفوسهم الكراهية والتعصب الذي يعمي عن رؤية الآخر فضلا عن قبول رأيه. لأن أغلب النزاعات والحروب تنشأ عادة من تصورات خاطئة عن عقائد الآخرين وأفكارهم، أو من تفسير الدين وفهمه من خلال تصرفات بعض الأفراد الذين حادوا عن طريق الحق. المشاركون في أعمال المؤتمر أشادوا بالجهود المصرية ممثلة في هيئاتها الدينية والثقافية المتنوعة في النهوض والرقي بآداب الحوار الإنسانية ووقوفها كحائط صد ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة. إن مصر مركز الحضارات الإنسانية وبها مختلف الثقافات، ونحن فخورون بعلاقتنا بها، ونتقدم لمصر بالشكر لتنظيمها هذا المؤتمر في هذه الظروف الحرجة، لا سيما مع انتشار جائحة كورونا. إن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة يجب أن يركز على القضايا الكلية التي تتعلق بمستقبل البشرية جمعاء، والمفاهيم التي تحمل قواسم مشتركة من القيم والمثل العليا التي فطر الله عليها الإنسان، بعيدا عن الدائرة الشائكة المتعلقة بالعقائد والمعتقدات. ويناقش المؤتمر كذلك ضوابط الحوار ومعوقاته، والحوار الهادف والتعصب البغيضة ودور الإعلام في ترسيخ الحوار، علاوة على كيفية تنسيق الجهود بين المؤسسات الدينية المختلفة على مستوى العالم انطلاقا من أرض الكنانة. وكونها مهد الحضارات في الماضي، فإن مصر الحاضر والمستقبل هي قبلة لمن يبحث عن حوار هادئ ومتمدين بين الأديان والثقافات، حوار يهدف بالأساس لاستقرار الشعوب وأمنها. من مقر المؤتمر، شريف رضوان، التلفزيون المصرية.